هذا وبعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية إلى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، وذلك بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس شرطة البحرين، وفيما يلي نص البرقية: معالي الأخ الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة حفظه الله وزير الداخلية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا أن نبعث لكم وإلى جميع منسوبي وزارة الداخلية والأمن العام بأطيب التحيات وأصدق الأمنيات بموفور الصحة والعافية، مقرونة بتهنئتنا لكم بالذكرى المئوية لتأسيس شرطة البحرين. معالي الأخ، إنما شهدناه في احتفال وزارة الداخلية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس شرطة البحرين ملأنا بمشاعر الفخر والاعتزاز والمزيد من الطمأنينة في حاضر وطننا ومستقبله بعون الله. لقد كان الاحتفال والذي أبرز الاستعدادات الكاملة لجهاز الأمن وعكس بكل أمان القدرات التي بلغتها وزارة الداخلية من كفاءة عالية وتدريب محكم ومعمق، ما يزيدنا ثقة بأن مكتسبات هذا الوطن ومقدراته وأمنه الداخلي هو في أيدي قوى بشرية أمينة بلغت من التنظيم والتدريب والاستعداد لحمل الأمانة الغالية المنوطة بهم بشكل يعد مفخرة لهذا الوطن العزيز. نشكركم وزملاءكم وجميع أفراد الأمن العام ونهنئكم بهذه الذكرى المئوية، ولكم جميعا تحياتنا وتمنياتنا بدوام التوفيق، وبارك الله في جهودكم المخلصة، وليحفظكم الله جميعا درعا لأمن هذا الوطن الغالي والمواطنين الأعزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.